لما جه أولاد هيكل الصحفي الكبير الكلاسيكي، مش بس في ملبسه إنما كمان في علاقاته بالعالم، يعني طول الوقت كان أستاذ هيكل تحس إنه يقدر أوروبا جدا لأنها القارة القديمة. إنجلترا بالنسبة له ظلت مركزية جدا لأنها كانت الإمبراطورية التي تغيب عنها الشمس. كان عايزك تتعلم في إنجلترا. كان عايزني. أنا لما أنا كنت متفوق في الجامعة، أتخيل إن أنا طلعت أنا متأكد إن أنا طلعت بامتياز مع مرتبة الشرف، لكن من جامعة القاهرة، لكن أظن إن أنا حتى درجاتي واحدة من أعلى الدرجات في تاريخ القسم عندنا. وبعت ابلكيشنز لعدد من الجامعات. خلي بالك النهارده حاجه الناس بتقول، بتبص النهارده وبتقول ده سهل او يعني اسهل، ان ايامينا كانت الدنيا اصعب. ده كان انا قدمت الابلكيشن بتاعي سنه 87. خلصت الخدمه في القوات المسلحه، خلصت خدمه الجيش، عملت الجيش بتاعي 86 و87، وبعدين رحت اتقابلت في كذا جامعه الحقيقه، ولكن واحده من الجامعات اللي اتقابلت فيها كانت جامعه ستانفورد في كاليفورنيا، واحده من كبريات الجامعات، واحده من اكبر ثلاث جامعات في العالم. واتقابلت في الامبيريال كوليدج في انجلترا، واتقابلت في كذا جامعه ثانيه. بس انا اول ما جت ستانفورد خلاص كان بالنسبه لي، ده كان بالنسبه لي خلاص كده يعني ست. وهو استغرب، ما كانش مستسيغ الفكره، ويمكن كمان البعد في الغرب الامريكي بعيد جدا. ف يعني تسيب انجلترا امبيريال كوليدج وتروح ستانفورد، كانت خيبه امل يعني. ولكن بعد كده هوت لما ابتدى يقول لاصحابه ان انا اتقابلت في ستانفورد وان انا ما عرفت، كلهم كانوا بيقولوا له طبعا له حق 100% يعني. وصاك بايه قبل ما تسافر الكليه بتاعتك في ستانفورد؟ وصاني اني اروح لابس بدلة وبعمل دكتوراه، فلو وصلني نلبس بدلة وكرافتة في المحاضرات. وعملت كده؟ لا ما عملتش كده، ولو كنت عملت كده كنت بقيت لو كنت عملت كده كنت بقيت فضيحة الجامعة يعني. لانه انت بتتكلمي دي الحتة اللي طلعت كل شركات التكنولوجي الكبيرة في العالم يعني. الفترة اللي أنا موجود فيها ده كانت فترة اللي ستيف جوبز كان اترفض من أبل وعمل نيكست، وكان بيجي ستانفورد كتير قوي، وكنت يعني بنروح نحضر الكلام بتاعه وتجربته. جوجل من ستانفورد، ياهو من ستانفورد، كل دول شركات طالعين من ناس تخرجوا من جامعة ستانفورد وراحوا سيليكون فالي. كانوا بيلبسوا ايه هم في الجامعه؟ لا بيلبسوا مايوهات يعني. فهو كان يعني معلش. لكن لا بصي، ما فيش شك انه التعليم لو احنا عاوزين نتقدم بحقيقي، ما فيش حل غير التعليم. ما فيش مدخل. نقدر نكسب وقت بحاجات كثيره قوي لغايه ما التعليم ده استثمار طويل المدى. عشان كده انت بتطلع منح سنويه، مؤسسه القلعه للمنح الدراسيه. مؤسسه القلعه للمنح الدراسيه دي احسن حاجه انا عملتها في حياتي بره عيلتي طبعا. مؤسسه والحقيقه حمايه اخيرا قال لي كلمه مؤثره جدا يعني. قال لي حماية نبيل العربي، دكتور نبيل العربي. فقال يعني انت اولادك يبقى جدهم من ناحيه استاذ هيكل، وجدهم من ناحيه ثانيه دكتور نبيل العربي. مظبوط كده. فدكتور نبيل قال لي اخيرا انه يعني كلمه مؤثره على مؤسسه القلعه للمنح الدراسيه. لا قال لك ايه؟ لا قال لي يعني انه دي احسن يعني، ده الناس هتفتكرك بالكلام ده هوت، وان دي حاجه هايله انت عملتها. مؤسسه القلعه المنح الدراسيه دي حاجه هايله. احنا حطينا المبلغ
سنة 2005 2006 2006 حطينا المبلغ ده هوت، ومبلغ ده هوت ريعه هو اللي بيصرف كل سنة على المنح الدراسية للطلبة، وبننزل إعلانين في السنة وديعة وريع الوديعة دي هيت الاستثمار بتاع الوديعة، الريع بتاعها هو اللي بيصرف على المنح الدراسية. كل سنة بننزل إعلانين، بننزل إعلان في يناير بنفتح الباب للناس تتقدم، وبالتالي في الناس اللي قبلوا في الجامعات المتميزة في حوالين العالم دول احنا ما بندخلش الناس في الجامعات، هما بيتقدموا بيقبلوا، ولما بيقبلوا احنا المؤسسة مش احنا المؤسسة احنا لا تربطنا صلة بالمؤسسة غير ان احنا في الاول حطينا الوديعة وعملنا مجلس امناء وخلص دورنا، تابعوا ادائها بالتاكيد، وخلص حياتك بحقيقي ما بيسمحولناش مجلس الامناء بتاعها قد كده قوي انه ما بيسمحولناش، لانه لو ابتدت يسمحولنا الوسائط هتبقى، لان احنا عندنا مصالح للركب طبعا فما بيسمحولناش. تخيل واحد بيزنس مان صاحبك ولا حاجه، ولا انت جاي تشاركه في حاجه وقال لك ابني خده في المنحه، هتقدر ترفض 100%؟ ما اقدر، ما بقول من اول، لا لو الموضوع في ايدك، ولا لو في ايدي، لا لو في ايدي طبعا هيحصل وسائط، ما فيش، ما بصي ما حدش يتصور حاجه تانية. وبالتالي احنا في مجلس الامناء في غايه القوه، ده واحده من الاحتفاليات، احنا كل سنه بنعمل احتفال. كم منحه في السنه؟ على حسب كل سنه، لكن تقريباً اقل سنه اظن طلعوا 13 واكثر سنه طلعوا 18 او 19. ده عدد مش قليل يعني، لا مش في قليل. كتير من المؤسسات لا ممكن لا تعمل منحه او اتنين، لا لا كتير. السنه دي انا بتودوهم فين بقى؟ منح بيدرسوا فين؟ في الجامعات اللي يقبلوا فيها في انجلترا، امريكا، اوروبا عموما وامريكا. طب انا في حاجه بس عايز استوضحها، انت بتقول احنا ما بندخلش الناس انما بناخد اللي اتقبلوا، مظبوط، محتاجه توضيح. حضرتك النهارده الشباب بيقدموا في الجامعات، وفي منهم ناس هايلين وبيقبلوا في هذه الجامعات، لكن بيواجههم عائق شديد وهو انه تكاليف هذه المنح النهارده فوق امكانيات 99% من الناس في مصر. طب يعني النهارده كام عيله في مصر هتقدر تودي ابنها ولا بنتها يدرس بمصاريف مثلا 75,000 دولار في السنه سنتين؟ خلينا نبقى نتكلم جد، ما فيش ناس كتير يعني، قليلين قوي اللي يقدروا يستحقوا. هم راس مالهم الحقيقي هو تفوقهم، وان هم اتقبلوا يعني مستواهم العلمي، ناس متفوقه ناس هايله، لكن ما تقدرش تتحمل انه تصرف هذه المبالغ. وبالتالي 99.5% من الشعب المصري لا يتحمل تكاليف السفر الى الدراسه في الخارج، خلينا نقولها كده بوضوح. وبدون الكلام ده هوت مصر مش هتتقدم. انا ده انا متقد، انا التعليم ككل بما فيه التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والتعليم الدراسات العليا، لو ما عملناش حاجه الدنيا مش هتتقدم. هتاخد وقت، لكن على الاقل نبقى موجودين على الطريق الصحيح. فاحنا المؤسسه دي هيت، والمنحتين بتوع اللي انا اديتهم ابتداء من السنه دي للفتره اللي جايه، انا ومي عاملين منح ثانيه في الجامعه الامريكيه، في اتنين طلبه من المدارس الحكوميه بيروحوا يدرسوا على في برنامج تاني بحاجة أنا ومي عاملينها. أنا بالنسبة لي التعليم أساسي. إحنا السنة دي السنة العشر، عشر سنين، عشر سنين السنة دي عندنا احتفال. بصي باشمهندس، واضح إنه المستهدفين من المنحة دي يعرفوها كويس، بس إحنا كناس عادية يمكن ما سمعناش عنها كتير، يعني عرفنا عنها بالصدفة. صحيح ان احنا مش طالبين الدراسة، بس في مؤسسات يمكن بتعمل منح اقل من كده بس صيتها اكبر. ما اعرف يعني، ما الناس اللي مستهدفين زي ما حضرتك بتقولي خلاص دي بقت حاجة من الحاجات
لانها واحده من اكبر المؤسسات اللي بتدي منح في مصر. ما اظنش انه حد في 17 18 منحه بتتكلمي على 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 ارقام كبيره وما اظنش. فلكن المستهدفين بتاع خصوصا بعد 10 سنين خلاص، والجامعات اللي بره كل الجامعات الكبيره اللي بره عارفين انه بتاع عارفين انه الفاونديشن دي هذه المؤسسه موجوده وبتوجه الطلبه ان هم يتكلموا مع يقدموا لو محتاجين مساعده ماليه. استاذك باشمهندس، احنا معانا ناس من استفادوا من المنحه دي. باشمهندس معانا الباشمهندس هشام وهبي، اهلا بيك يا باشمهندس. والدكتوره امينه ابو دومه، اهلا يا دكتوره امينه. انتوا عرفتوا عنها ازاي وكل واحد درس ايه في تخصصه؟ الحقيقه انا عرفت عنها يعني بعد ما قدمت، يعني انا زي استاذ احمد كان بيتكلم قديم طبعا في جامعات بره مصر، عمليه طويله يعني الاسلوب انك تتقدمي في جامعات كتير. لكن ساعات ما كنت بقدم الحقيقه ما كنتش عارف انا هجيب فلوس منين، يعني عشان اعرف اسافر. ثلاث ارباع مصريين كده بيقدموا وبعد كده تفرج ان شاء الله يعني يلاقي فطبعا قدمت واتقابلت في الحمد لله في 3 من العشر جامعات اللي انا قدمت فيهم. اتقابلت في جامعه وورتن، دي الجامعه اللي انا رحتها، واتقابلت كمان في حاجه اسمها بابسون كوليدج، دي جامعه من الجامعات المتخصصه في رياده الاعمال بالتحديد. وقدمت في ستانفورد 3 مرات بس ما اتقابلتش. كنت اقول له استاذ محمد حسنين هيكل كان زعلان من ستانفورد. اللطيف جدا في المنحه دي ان هم يعني بياخدوا بيعتمدوا على تقييم الجامعه نفسها. فبما ان الجامعه قررت ان انا اتقبلت في الجامعه ان انا كويس كفايه ان انا احضر الجامعه دي، فبالتالي يبقى انت تستحق المنحه. فبالتالي انا استحق المنحه. انت خلاص انت رجعت من بره من قد ايه يا باشمهندس؟ رجعت من بره بعد ما خلصت دراستك بقى لك قد ايه هنا؟ لا انا رجعت سنه 2009، انا رحت سافرت سنه 2007 ل 2009. ان احنا بنساعد الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا والابتكار، يعني اي حد بيعمل حاجه مبتكره، ودي الطريقه بالنسبه لي اللي بربطها بالهندسه، يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه بتفيد البشريه من خلال التكنولوجيا، من خلال الابتكار، من خلال يعني هندسه مع اداره او رياده اعمال. يعني انا دي كانت يمكن الفكره برضو لما قررت ان انا ادرس اداره اعمال، انه الجمع ما بين الحاجتين دول هو ده في وجهه نظري يعني لغه العصر اللي احنا عايشين فيه. بشكرك يا باشمهندس. دكتوره امينه، اهلا بيكي. انا اسمي امينه ابو دومه، وانا عرفت عن منحه سيتا دال عن طريق الجورنال اول حاجه، لان بينزل اعلان في الجورنال وفي نفس الوقت. يعني انت كنت عماله تدوري على منح ولا شفت الاعلان في وشك؟ لا، اربع سنين انا بدور على حتى اربع سنين بدور عشان بحاول اخد منحه عشان ادرس رياده ابداعيه في انجلترا، وانا كنت محدده جدا في الجامعه اللي انا عايزه اروحها، كانت يونيفرسيتي اوف لندن جولد سميث كوليدج، وقعدت كل سنه اقدم وبعدين اتقبل وما اخدش المنحه، فقعدت اربع سنين في محاولات. يعني انت مقبوله بس عندك مشكله انه خلاص هدفع المصاريف. كان عندي مشكله تمويل الدراسه نفسها، لانها كتير جدا بتلاقي في الجامعه دي غاليه جدا. بس في نفس الوقت انا حاسه ان من الحاجات الكويسه اللي حصلت لي هو ان انا ما خدتش المنحه في السنين الاولانيه، لاني كنت محتاجه اتطور اكتر في الشغل واعرف حاجات اكتر. فبالتالي السنه اللي انا رحتها كانت سنه مناسبه جدا. انا سافرت سنه 2012 ورجعت 2013. عملتي ايه في مسرح في اسكندريه؟ بدات مشروع ثقافي، مركز ثقافي واجتماعي، وفي نفس الوقت كافيه وريستورنت في اسكندريه اسمه تياترو اسكندريه، بيقدم خدمات مختلفة، عنده شقة ثقافية وثقافية، عروض مسرح وموسيقى وبرامج فنون تشكيلية، وعندنا استوديو تسجيل وبروفات، وعندنا جاليري لا معلش، ده كان مبنى قديم وانت كان مبنى قديم بقاله 20 سنه مقفول، واحنا خدناه سنه 2011، ما بين 2011 و2013، وقعدنا نطور في المبنى. كان ايه يعني، عماره مهجوره ولا كان ايه المبنى؟ كان مطعم قديم بس مقفول وكان مهدم تماما، واحنا حاولنا نطوره عشان نقوم بالمشروع اللي هو ما كانتش فكرتي انا لوحدي، دي فكره عائليه، يعني والدي ووالدتي وجوزي كلنا فكرنا في الفكره دي،
وهو قايم على 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 فكره السلف سفيشنسي من ناحيه ان احنا بنبيع الاكتفاء الذاتي. عندنا كافيه ومطعم وبنحاول ان احنا نقيم الفعاليات الثقافيه دي عن طريق الفلوس الانكم اللي بيجي من الناحيه الثانيه. يعني هي افكار بالنسبه لي كلها مبدعه، يعني فكره ان هم ياخدوا مبنى قديم ويعملوه، كل ده عظيم. وبشكرك يا دكتوره امينه واتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. يعني انتوا حريصين جدا انه تدوا منح، بس انه اللي ياخد المنح يرجع هنا يعني يشتغل بقى في مجاله. ده الشرط الرئيسي، انه يبقى قبل هذا الشخص في جامعه من الجامعات الممتازه. اظن ان احنا السنه اللي فاتت تقدم للمؤسسه حوالي 400 طالب وطالبه، وبيحصل فيرست كات تصفيه اولى كده اهوت، اظن بينزل لحوالي 60. وبعدين مجلس الامناء بيشكل لجان من داخله لعمل مقابلات شخصيه. وحقيقي انا بشعر بامتنان شديد للناس اللي في مجلس الامناء اللي بيعملوا الحكايه دي. يعني انت فخور بالمؤسسه، مؤسسه المنح دي اكتر من اي حاجه بيزنس عملته؟ انا بالنسبه لي المؤسسه دي هيت، انا السنه اللي فاتت في الاحتفال كان معايا مي والولاد، وفي واحده ست بنت شابه طلعت والقت كلمه، وانا مش عيطت. يعني شوفي انا حاولت بصعوبه ان يتمالك روحي، في النهارده كان صعب قوي عليا، لكن قعدت اعيط لانه البنت دي هي قالت كلمه مؤثره الى درجه زي هذه المنحه غيرت حياتها. وانا بحقيقي يعني قدام ولادي حتى بنتي اتخضت. يعني ده اهم من الشركات والمصانع والحاجات دي؟ لا بصي، الشركات والمصانع بلا شك انه ده بشعر بفخر شديد انه المؤسسه دي هي انا وهشام عملناها، هشام الخزندار. طبعا الباقي هو المكنه اللي تتيح كل هذه المشاريع اللي بتدي الباور والفلوس اللي بتطلعوا بيها. بدون ان يبقى عندك مشروع زي المصرية للتكرير اللي احنا شايفينه قدام ده اكبر مشروع قطاع خاص في تاريخ افريقيا احنا بننشئه النهارده في منطقه مستورد، ده 3.7 مليار دولار. وده اللي سمح لنا النهارده ان احنا نبقى في برامج توعيه وبرامج تنميه اقتصاديه في الحته المنطقه اللي حوالينا. انت استهليت كلامك، واعتقد ان الاستاذ هيكل كان بيقوله كتير، انه الحياه اعطته بكرم كبير. 100%. كان يعني عاش عمرا ممتدا ورحله صحفيه ممتده وعلاقات باجيال متعاقبه، بس كان في رهان بينك وبينه في الفتره الاخيره، وهو خسر الرهان. كنت انت بتكلمه على بنتك الصغيره؟ كان طيب نحاول نتماسك. هو انا كنت قايل له، يعني كان هو الفتره اللي فاتت عنده هاجس انه خلاص يعني الطبيعه بتاخد مجراها، كان يظهر حاسس. والوقعه خلي بالك اخذت، لانه ما بقاش قادر يلعب رياضه زي الاول، فتلاقي حسينا كلنا انه في ديتيريوريشن ابتدى يحصل بعد الكسر اللي في رجله. فكنا بنقول يعني بتملي يبقى في حاجه لازم يعني يبقى مستنيها قدام، يعني والا الحياه تبقى صعبه يعني. كنت بقول له يعني انت بص ما بتاع، انت هتجوز بنتي ما يعني. فقال لي يمكن بيقول لي هايل ومش عارف ايه. في اخر اسبوع
جاء لقيته في يوم والدتي رحت الصبح والدتي قالت لي ابوك مش عاوز ياكل مش عاوز ياكل ايه. فقالت لي انت اللي بتعرف تتصرف يعني بتعرف تتصرف. فرحت له وقلت له اخذت ايده بصتها زي ما بعمل. فهو اخذ ايدي وبسها. ده موقف ابتديت احس فيه. وبعدين قلت له يلا يعني لازم تقوم بقى تاكل. قال لي لا. قلت له يعني ايه لا؟ قال لي لا مش خلاص مش ابتديت يعني اخش في ابقى يعني ابقى مش سهل يعني مش عاوز اقول اصريت. قال لي لا مش هقوم. قلت له طيب من فضلك. قال لي انده امك. رحت اندهت والدتي. قال لها احمد مشكلته انه بيحسبها بالورقه والقلم. اتس تو ليت. بعديها بساعتين قام اتكلم معايا شويه وبعدين لقيته بيعمل كده دي توقيعه. فقلت له ايه؟ قال لي مش هلحق. قلت له مش هلحق ايه؟ قال لي مش هلحق جواز ناديه. دخلت على جوه خلاص باقي بقى شخصي. وكان القرار لا وكان الرحيل بعديها لا يعني هو بعد كده هو تاني يوم انا وعلي دكتور علي قعد معانا شويه وبتاع. واحده من الحاجات الغريبه اللي حكاها انه بصوا مش عاوز مبالغات يعني شوفي هو في ايه مش عاوز مبالغات اوكي كلام بقى يعني حاجات حد بي عندما يقال انه محمد حسنين هيكل كان صنيعة قربه من زعماء او من شخصيات عامة هذا غير دقيق وغير صحيح. محمد حسنين هيكل او اسطورة هيكل كانت صنيعة موهبتها وفقط. موهبة الراجل ده وذكائه الحاد في مهنته هو كان الشيء الوحيد الذي صنعه واستطاع به ان يصبح الاستاذ بالرغم من تغير الاوضاع السياسيه بين حين واخر. انا بشكر شكر جزيل الاقتصادي الشهير المهندس احمد هيكل الابن الاوسط لاستاذ هيكل. اشكره مره لوقته وسط انشغالاتي ومره ثانيه انه لاول مره يتكلم ولو بقدر يسير جدا عن الأب محمد حسنين هيكل يعني مع مرور ذكرى الأربعين. شكرا جزيلا للمهندس أحمد.